عندنا واحد المشكل مع المحافظه انهم المدخل الرئيسي ديال المحافظه هو كاين هنايا، اما هاد الناس داروا واحد جوج بيبان اللي غير قانونيه. الباب الاول هو هذا الباب، الباب الثاني وهاد الباب عاوتاني، يعني هادو مداخل غير رئيسيه. المدخل الرئيسي ديال المحافظه كاين في الجهه الاخرى، اما هاد البيبان بجوج، الباب الاول والباب الثاني غير قانونيين، وحنا كنطالبوا من السلطات باش ناخذوا حقنا. واللي كنستنكروا هو ان في المجمع السكني ديالنا عندنا في الامام ديالو كاينه واحد المحافظه، هاد المحافظه هادي دخلنا ديجا نهار الاثنين في الصباح كنتفاجئوا ان السيد المحافظ كيفتح جوج ديال البيبان، كيفتح ديجا قبل فتح واحد الباب بشكل غير قانوني، ونهار الاثنين في الصباح كنتفاجئوا على انه فتح باب اخر اللي هو بطبيعه الحال حتى هو بنفس الشكل غير قانوني. الوقيته اللي حنا مشينا كساكنه برفقه السنديك على اننا نتكلموا مع هذا السيد المحافظ على ان الفتح ديال هذا الباب بشكل قانوني، كيقول على انه انا فتحت هذا الباب، هذا انا فتحته لان الموظفين ما عنديش منين يدخلوا، مع انه ما عنده لا رخصه، ما عندوش لا ترخيص بهذا الفتح هذا. ومني كنناقشوا معاه كيقول لك انا غنخلي ذاك الباب ذاك الشكل وغادي نمشي نطلب الرخصه ديالي. كتفتح الباب قبل ما تاخذ الرخصه، هذا هو التساؤل الاولاني. بالنسبه للمساله الثانيه هو ان السيد المحافظ كي هاد مؤخرا بدا كيستعمل شي حوايج اللي غير قانونيه مع هذا المجمع هذا، من بينها هو انه كيهدد الرجل ديال الامن ديال الامن الخاص اللي حارس هذا المجمع، هذه المجموعه السكنيه جي اشكات بي، كيهدوا على انه يدير به شكايه عند وكيل الملك. علاش هذه الشكايه لحد الان ما كنعرفوش، يعني انه هذا السيد هذا يستغل المنصب الاداري اللي هو عنده، كيستغلوا لاغراض اللي هي اخرى ما كنعرفوهاش. حنا ديجا كساكنه كنتفاجئوا بهذه الامور هذه، ما كنعرفوش على ان هذا السيد هذا اشنو المراد من هذا الشيء. واش هو التخويف ديال هاد الساكنه بهذا المنصب ديالو، او لا، لان بما انك انت كدير هاد الامور بشكل غير قانوني، ومنك كيجيو كيتكلموا معاك الناس كتقول على انه وانا غادي نخلي هاد الباب هذا وسيروا ديروا اللي بغيتوا، يعني ان هاد السيد هذا يعتبر نفسه فوق القانون. وحنا بغينا نعرفوا واش حنا في دوله القانون او لا في شي حاجه اللي هي اخرى. هذا هو التساؤل اللي كنطرحوه هنا كمجموعه سكنيه جي اش كاتبي. هما ديجا هاد المحافظه هذه ديجا التيتر ديالها على الحيط مباشره، ديجا الحيط التيتر ديالها على الحيط، والباب الباب ديال المحافظه كيتواجد خارج المجموعه السكنيه جي اش كاتبي، خارج المجموعه السكنيه. وهاد البيبان هادو راه كما كتشوفوا على انه راه دارهم في الجناب ديال الحيط، كيطلوا على العمارات 17 و18 و19، وغادي يبداو يدخلوا منه. ما عرفناش واش غيبداو يدخلوا منه الموظفين، غيبداو يدخلوا منه الناس، او لا، علاش دار هاد الباب هذا؟ حنا لحد الان باقيين كنحطوا علامه استفهام علاش دار هاد الباب هذا، وهو ديجا كاين باب ديال الرئيسي ديال المحافظه، هاد الباب هذا علاش دار؟ حنا التساؤل ديالنا. وهاد المساله ديال انه باش غيبدا بنادم كيدخل هنايا بهذا الشكل هذا، فهو كيشكل ضرر على الساكنه ديال المجموعه السكنيه جي اش كات بي الاندلس 3، هذا هو اللي كاين. كنعرضوا هاد السيد هذا اللي داك هاد البيبان هادو، لانه ماشي في الصالح ديالنا، ممكن اي واحد غيبدا يدخل لهنايا. وحنا على العلم بان عندنا نساء ووليدات وغنخافوا على المصالح ديال وليداتنا، لان اي واحد غيدخل ماشي في صالحه ديال المحافظه يدخل. كنطالبوا انه يسدوهم، ممنوع، يعني مرفوضين، لان ما غتبقاش حاضي وليد، نوليو حاضي وليداتنا ونوليو حاضي الناس اللي غيدخلوا، ما يمكنش، يعني غير مقبول.